تنطلق وتندفع. أسماء جديدة في هذا الشوط هو الشوط الحادي عشر، الشوط الحادي عشر والخاص بزمول المحليات الأصايل اللي انطلقت من خلال هذه اللحظات لتتنافس بين الأسماء والتحديات. على بركة الله انطلق الشوط ونسير إلى المركز الأول وإلى الوصلاوي يحتل صدارة هذا الشوط. تعود ملكيته لمطر بن راشد، ومطر اليابري هو من يتواجد على أول المراكز ويندفع نحو صدارة هذا الشوط معلنا عن حضوره في المنافسة. المركز الثاني يصل في صوغان، تعود الملكية لمطر بن محمد بضبيعة هو من يحتل المركز الثاني ليقدم كذلك هذه المنافسة القوية. بينما المركز الثالث، المركز الثالث يصل فيه الدبلوماسي ليحتل المركز الثالث، تعود ملكيته لإبراهيم بسليمان العمراني الحويطي. والمركز الرابع، المركز الرابع من الجانب الآخر هناك خليفة بن عبيد الحميري ليقدم شاهين على المركز الرابع مشاهدين الكرام. بينما المركز الخامس وصل في سلهود سلطان بن سيب معضد المشغوني هو المتواجد والمحتل للمركز الخامس في هذا المشوار. المركز الخامس مطر بن محمد بضبيعة. المركز السادس ياتي شاهين المظفر بن محمد بن حسن العامري. والبقية تصل مشاهدين الكرام تتنافس لنيل الانتصارات، ولكن هناك مبارك بن مغير الخيالي يصل في هذه اللحظات. مبارك من يمعه مع سراب ليحتل المركز السابع والعودة إلى البداية، العودة إلى الوصلاوي. لا زال على مقدمة الشوط وحيد يغرد، وحيدا يغرد أكيد الوصلاوي على الفوز ناوي وللمركز الأول هاوي. ياتي المسيطرة من بداية هذا الشوط 6.5 كيلومترات تقريبا، وهو يقود هذه الزمول إلى خط النهاية إلى حيث التتويج والانتصار. الله يا الوصلاوي، الله يا الوصلاوي، من البداية مع الدرع، من البداية مع الدوري يفوز في كل محطة من محطات هذا الشوط، المحطة الأولى والثانية والثالثة حتى نصل إلى سابع المحطات، الكيلو الأخير مشاهدين الأعزاء. ولكن الفوميتين والوصلاوي هو سيد الموقف. مطر بن راشد اليابري لا زال على مقدمة الشوط، المركز الثاني بعيد هنا لحظات ونوعا ما. ياتي سلهود سلطان بن سيف بن معضد المشغوني، والمركز الثالث خليفة بن عبيد الحميري. لكن نعود إلى جماهير الوصل التي تزحف نحو الدوري، نحو صدارة هذا الشوط، لينتهي هذا الشوط مع الوصلاوي. الوصلاوي ها هو الوصلاوي على المركز الأول، لا زال في قمة الأداء وقمة المنافسة من بداية الشوط، من بداية المنافسة. والوصلاوي على المركز الأول، على المركز الأول بدون أي أوامر، بدون أي أوامر مشاهدينا الكرام. ها هو الوصلاوي قاد هذه المجموعة من البداية حتى النهاية، من البداية حتى النهاية، ولم يستخدم أي طاقة من طاقات الوصلاوي. عبر اللاسلكي، عبر اللاسلكي هناك كلمات بين المدرب واللاعب، بين المدرب واللاعب، ولكن خلاص بنقول سلام عليكم يا هالي، يا هالي مشرف، يا هالي مشرف. ان سمح لك سلهود اكيد بيسمح، كيف ما يسمح، وهو من البداية في هذا الدوري، في هذا الشوط، في هذا التحدي قام راس ونهى هذا الشوط راس كعادته من خلال الانطلاقات والتحديات. الوصلاوي، الوصلاوي الأصفر بدون أي أوامر. ياتي مطر بن راشد اليابري ليقدم لنا الوصلاوي، الوصلاوي حتى هذه اللحظات. الله يا الوصلاوي الغاوي، ياتي على المركز الأول. وأنت كم فائزا وسعيد بهذه الانطلاقة، تهانينا على الفوز، تهانينا على الانتصار للوصلاوي مطر بن راشد اليابري ليفوز بهذا هذا الشوط وهذا الانطلاق وهذا التحدي المثير. تهانينا والناموس على هذا الفوز. هذه لحظات وصول إلى خط النهاية. المركز الثاني ياتي سلهود لسلطان بن سيب معضد المشغوني. المركز الثالث مشاهدين الأعزاء
المركز الثالث شاهين خليفة بن عبيد الحميري، والمركز الرابع ياتينا مشاهدينا الكرام لبلاحج علي بلاحج الحلامي، والمركز الخامس هناك شاهين لمظفر بن حسن أبو ظفر بن محمد بن حسن العامري. هكذا توقيت زمن 13 دقيقة 39 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية. وتهانينا لك يا أبو راشد، تهانينا لمطر بن راشد بن مطر اليابري على فوز الوصلاوي، وبالفعل قام راس ون هذا الشوط، راس من البداية حتى النهاية وهو في مقدمة الشوط. المركز الثاني سلوه 13 دقيقة 44 ثانية، وجزءا وحيدا من الثانية ليسافر كذلك مع وجوده على هذا الشوط. بينما المركز الثالث مشاهدي الأعزاء حضر في الانطلاق شاهين لخليفة بن عبيد.